بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية متجددة هنا من تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم، في انطلاق صباح هذا اليوم وهذا الأسبوع الخاص بسن الصغار، في اندفاع هذه الفترة الصباحية التي تضم من خلال تواجدي 18 شوطا في هذا الصباح لمسافة 4 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط، هو الشوط الرئيسي الخاص بالإبكار المفتوح من خلال انطلاقة أولى تبدأ بها تحديات هذه الانطلاقة التي تحمل كل القوة والإثارة. ينطلق على بركة الله أول الأشواط الخاصة بالإبكار المحليات الأصايل لمسافة 4 كيلومترات في بداية أولى لمنافسات هذه الفترة الصباحية، والتي تؤكد أن سن المفاجآت متواجد وبكثرة ما شاء الله من خلال المشاركات والشعارات المتميزة التي قدمت لمتابعة الأحداث ومتابعة المنافسات والتحديات على أرضية هذا الميدان. على بركة الله نبدأ من خلال مسارنا هنا بعد الترحيب بكل الحاضرين والمتابعين ومشاهدي قناة دبي ريسنج الناقلة لانطلاقات هذا الحدث المميز. على بركة الله نذهب إلى المقدمة نتابع مياسه لعلي بن حمود بن علي الظاهري، بينما المركز الثاني في طماعة، في المركز الثاني محمد بن صالح القمرة المري، هناك على المركز الثالث سلابة مبارك محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري، وفي المركز الرابع هنا الحقة في المركز الرابع مانع بن يمع بن سعيد الغويص السويدي، بينما المركز الخامس هذه حشيمة المطوع بن علي بن سلطان السبوسي. هنا على المركز السابع نعود مباشرة للمركز السابع غزلان راشد بن محمد بالقوبع المنصوري، بينما المركز الثامن تدخلات قادمة أيضا في انطلاقات هذه اللحظات هي الشاهينية لحمدان بن علي بن سلام الاشتبي، وفي المركز التاسع مباشرة إلى أريام دحبة بن سهيل بن محمد بن محنة العامري، وفي المركز العاشر تتواصل انطلاقة شاهينية سلطان بن أحمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي. هذه إذن مشاهدينا الكرام أول نداءاتنا في هذه الفترة الصباحية وهذا الشوط والطموح المتواجد لدى الجميع من خلال المنافسة والبحث عن شوط يتميز دائما وهو الشوط الأول. عودة إلى مياسه علي بن حمود بن علي الظاهري يقود البداية الأولى، يتفوق في المركز الأول ما شاء الله وينطلق إلى الصدارة مع وصولنا إلى 2 كيلو هنا في بداية لانطلاقة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نعود للمركز الثاني وطماعة محمد بن صالح بن حمد القمرة المري في منافسة، وهنا على المركز الثالث حشيمة مكتوم بن شيبة بن علي السبوسي، وعلى المركز الرابع انطلاقة قادمة من اندفاع ما شاء الله الشاهينية حمدان بن علي بن سلام آل اشتبي، بينما المركز الخامس تغييرات في المركز الخامس واريام للدحبة بن سهيل بن محنة العامري، وفي المركز السابع هنا تظهر مرحلة حميد بن سعد بن عبد الله العرياني، وعلى المركز الثامن في هذه المنافسة والتواجد لأريج محمد
بن إبراهيم بن محمد المحمود. ما شاء الله الشعارات المتميزة التي تبدو دائما في حضورك من المركز التاسع. وأعود مباشرة إلى الحقة مانع بن يمع بن سعيد الغويص السويدي. وهنا على المركز التاسع تتواجد أيضا وتغييرات المركز التاسع شفا لسعيد المطر الرميثي. والمركز العاشر هي طيف أحمد مبارك بن منيف المنصوري. ما شاء الله ما شاء الله. والف ومئتين إخواني، الف ومئتين من خلال المسار في هذا الشوط، والكل يتابع هذه البداية الأولى. الله 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 الله، ما شاء الله، أرى تقدم. أتابع الكيلومتر الأخير، النهاية الأخيرة، الصدارة علي بن حمود بن علي الظاهري مع مياس على المركز الأول. وهناك أيضا الدخول من مرحلة حميد بن سعد بن عبد الله العرياني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وعلى المركز الرابع وصل ممثل، أو الثالث وصل ممثل السمحة في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار شفا سعيد بن مطر محمد الرميثي. ولكن المحمود قادم بقوة ما شاء الله في المركز الثالث من خلال هذه المنافسة. أريج الله أبو سلطان محمد بن إبراهيم بن محمود المحمود، ما شاء الله وتبارك الله. وأتابع هنا في المركز الرابع تواجد النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري. كل الأسماء المتواجدة، ولكن الصدارة والناموس طار 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 في المركز الأول. يا سلام إلى مزيد، إلى مزيد العين، ما شاء الله. عيناوي سلام، عيناوي سلام، اسم وعنوان ما شاء الله متبارك من البداية. هذه هي المقدمة ومرحلة حميد بن سعد بن عبد الله العرياني، مرحلة أولى، المرحلة الأخيرة، الأمتار الأخيرة. سلام يا العين سلام، سلام عيناوي سلام، ما شاء الله وتبارك الله. حميد بن سعد بن عبد الله العرياني أيضا في تفوق مرحلة في المركز الأول. المركز الثاني هي النايفة علي بن راشد بن مسلم العمري، والمركز الثالث شفا سعيد بن مطر محمد الرميثي، المركز الرابع عريج محمد بن إبراهيم المحمود، والمركز الخامس حجيمة لمكتوم بن شيبة بن علي السبوسي. هذه الأسماء المتواصلة. ونشوف التوقيت يا أبو عدنان، نشوف التوقيت، ممتاز التوقيت. يا سلام يا سلام، مع انطلاقة هذا التوقيت المتميز، يا سلام، نقول الله الله، كسر الست من البداية، 5 دقائق 59 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال. وسلامي عليك يا العرياني، سلامي عليك ما شاء الله. حميد بن سعد بن عبد الله العرياني، ومرحلة هي مرحلة متميزة. نشوف المركز الثاني، النايفة في المركز الثاني علي بن راشد بن مسلم العمري، وهي النايفة بالفعل 6 دقائق 2:08. بين الثواني والمركز الثالث كانت شفا سعيد بن مطر بن محمد الرميثي اللي احتلت المركز الثالث وقدمت هذا الأداء الممتاز ما شاء الله وتبارك الله. هنا الانطلاقة، ونشوف هي لا أريج على المركز الثالث محمد بن إبراهيم المحمود، ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا تهانينا، وسلام سلام على الإعلاميين، ما شاء الله، وأداء متميز أيضا على أريج محمد بن إبراهيم المحمود. يا سلام، المركز الثالث، وأيضا 6 دقائق 5 ثواني، 6 من الأجزاء من الثانية. هذا هو التوقيت الذي يحقق الانتصارات، يحقق أيضا المسار المتميز في انطلاقات هذه اللحظات الجميلة. على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، متواصلين أيضا في